حكمت المحكمة العليا في العاصمة نواكشوط بإلغاء الإجراءات السابقة في ملف كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وإحالة قضيته لتشكيلة أخرى مختلفة عن التشكيلة التي صدر عنها الحكم في مدينة واديبو. وكانت المحكمة العليا قد حددت في وقت سابق 31 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم على كاتب المقال المسيء. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. تزامنا مع موعد جلسة المحكمة العليا في نواكشوط للنطق بالحكم على كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج الآلاف إلى ساحة المطار القديم مطالبين بتطبيق حكم الإعدام في كاتب المقال المسيء. وصلني الخبر وأنا كنت في المملكة العربية السعودية، وجئت لهذه النصرة ولأجل أن أكون مع هؤلاء المؤمنين نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفا مع الحق، ولأن هذا ابتلاء وامتحان لهذه الأمة، إما أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه بالحق أو تسكت، وعندئذ لا قدر الله الفشل. ويقول المتظاهرون إنهم خرجوا اليوم لمطالبة الرئيس الموريتاني بتنفيذ حكم الإعدام في كاتب المقال المسيء للجناب النبوي، وإنهم سئموا من الاستئناف وما سموه أسلوب المماطلة الذي اتهموا المحكمة بانتهاجه. نريد تنفيذ الحكم العاجل ولا نقبل الاستئناف، كفانا محاباة، كفانا نفاق، كفانا خذول، كفانا تخلف عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة: الإعدام قبل غروب شمس هذا اليوم. الإعدام. مرت ساعات على المتظاهرين وهم يترقبون القرار الذي ستصدره المحكمة العليا قبل أن يأتي خبر مفاده أن المحكمة العليا تحكم بإلغاء الإجراءات السابقة في ملف كاتب المقال المسيء وإحالة القضية لتشكيلة مغايرة لتشكيلة السابقة، وهو حكم اعتبره المتظاهرون انتصارا للحق على الباطل ونتيجة لمطالب سابقة. نشكر رئيس الجمهورية ونشكر المحكمة التي حكمت بالعدل، نشكرهم ونؤيدهم. لقد طالبناهم مرارا وتكرارا أن يردوا الحكم إلى مربعه الأول أو يحكموا بالإعدام، وقد نفذوا مطلبنا نحن المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ الحندي قال إن المحكمة العليا قررت نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في تشكيلة مغايرة لتصحيح ما أخلت به المحكمة الأولى، وإن الحكم اليوم يعتبر انتصارا وإنصافا للأمة الإسلامية جمعاء. هذا الحكم قرر نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف تشكيلة مغايرة، وبالتالي نعتبره أن هذا القرار كان لصالحنا لله الحمد، وأن محكمة الاستئناف ستنظر في القضية من جديد لتصحيح ما أخلت به المحكمة الأولى، وهو تغيير تكييفها من الزندقة إلى الردة. قال أحد المحامين إن قرار إلغاء المحكمة العليا للحكم صادر عن محكمة الاستئناف القاضي بحكم الردة على كاتب المقال المسيء وإعادة لحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالحكم بالإعدام يعتبر انتصارا. اليوم قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي حكم بالردة على المسيء وعاد إلى حكم الدرجة الأولى المتعلق بإعدام المسيء محمد المخطير وعند الشيخ والمخيطير، وبالتالي فهذا يوم انتصار للمسلمين. وقد سبقت هذه الاحتجاجات احتجاجات مشابهة كانت العاصمة نواكشوط قد شهدتها خلال الأسابيع الماضية تطالب بتنفيذ حكم الإعدام في كاتب المقال المسيء للجناب النبوي. أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة عن الإفراج عن الناشط الشبابي الشيخ بايو للشيخ محمد إثر حكم